شهد الله سبحانه وتعالى على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. شهادة قولية وشهادة فعلية. قولية أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن. فعلية أن الله سبحانه وتعالى أعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ونصر في غزواته عليه الصلاة والسلام وانتصر على أعدائه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوابه أن لا إله لا معبود بحق إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا شريك توكيد للا إله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده توكيد لإلا الله، ولا شريك توكيد للا إله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا توكيد لأشهد به وتوحيد عباد الله سبحانه وتعالى. وكما أفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، لابد أن يفرد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ولابد أن نجمع في وصفنا للنبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة، ولا يمكن الفصل بينهما. وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد. عبد هذه تتضمن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية، هذا الأول. الثاني في عبد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، ولا طريق إلى عبادة الله عن طريق عليه الصلاة والسلام. إذن في عبد رد على طائفتين، الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام ويدعون النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الربوبية، وعبد رد على المبتدعة. رسول هذا هو القسم الثاني، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ذكرنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول، نبدأ به بإقرأ وأرسل بالمدثر. وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه. الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها أن الصلاة هي الثناء على المصلى عليه من أعلى. الصلاة من الله، كما فسر ذلك أبو العالية رحمه الله كما ثبت في البخاري تعليقا وفي غيره. صلى الله عليه وعلى آل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر الآل وحده، يعني عند الإطلاق، الآل المراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. والدليل انه ليس من اهله، مع انه من قرابته ابنه. ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون، قرابته لا، اتباع الذين. اذن اذا ذكر الآل ولم يذكر معهم آل البيت واصحابه كذا عند الاطلاق، فالآل المراد بهم الاتباع الذين. لكن لو قال آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم على الصحيح بنو هاشم ومواليه فقط. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الصحب جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلفت الردة على صح الأقوال. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلامة بها دفع الآفات، والصلاة بها جلب الخيرات. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم، أي دفع الآفات. ولهذا لو قال السلام على الله، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد، والصلاة بها جلب الخيرات. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيد أي زائد. أما بعد، مهما يكن من شيء بعد فأقول، أما بعد فهذا، كيف يقول هذا؟ يعني استشكل بعض الشراح كيف يقول هذا؟ هذا أين؟ هذا اسم إشارة إلى دان المكان. يقول هذا، ما هذا؟ في شيء موجود؟ يقول هذا
يعني هو لم يؤلف الكتاب وكتب المقدمة الآن صحيح؟ يقول هذا غير موجود. استشكل بعض الشراح يعني كيف يقول هذا على شيء غير موجود. قال لشيخ الإسلام كتب الكتاب ثم كتب المقدمة وقال هذا الذي كتبت قبل المقدمة، هذا قول. أو هذا لأن الكتاب تركب في ذهن شيخ الإسلام، كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل. تظن أن شيخ الإسلام عندما قال هذا ما يعرف الذي يأتي بعد هذا، وعارف بإذن الله. نعم نحسب كذا. أو هذا باعتبار حال القارئ لأنه هو يؤلف له. نعم. أو هذا إجابة عن السؤال، هذا القارئ من قضاة واسطة. فهذا اعتقاد. ذكرنا أن العقيدة أنك تعبد مع الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذا اعتقاد. اعتقاد من؟ اعتقاد أهل السنة. لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. تمسكوا بالسنة، السنة هنا الطريقة، بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فقط. لا، السنة والجماعة يعني اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفرقوا. إذا كل اجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتماع، وكل اجتماع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة افتراق. وإن رأى بعض الناس اجتماع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يمكن أن ندخل في أهل السنة والجماعة الأشاعرة ولا كرام. كيف يكون أهل السنة والجماعة ينفون الصفات؟ يثبتون سبع صفات. نعم، حتى في إثبات هذه السبع صفات لم يوافقوا في أهل السنة والجماعة، فلا يحسب من أهل السنة والجماعة ولا كرام. يعني أهل السنة والجماعة هم السلفية، نسأل الله جعلنا منهم. فالماتريدية والأشاعرة ليسوا من أهل السنة ولا كرام. نعم، أهل السنة والجماعة. فأما بعد، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن أراد أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة إجمالا، ثم يبين معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فهذا نعم، فهذا اعتقاد الفرقة، الفرقة الطائفة. الناجية من ماذا؟ الناجية في الدنيا من الخروج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام، والناجية في الآخرة من العذاب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة على ما سيأتي مع الجدل الناجية. ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة. المنصورة من ينصرها؟ ينصرها الله. نعم، إذن فرقة طائفة منصورة وناجية. نعم، إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ حتى نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق، لا تقوم الساعة حتى ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، وفي المسند بسند صحيح حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. قال فهذه اعتقاد فرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. نعم. وهو الإيمان. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ وهو الإيمان. نعم، فهو الإيمان بالله. الإيمان بالله تقدم معنا في شرح الأصول الثلاثة، تضمن الإيمان بالربوبية وألوهية وأسماء وصفاته، والإيمان بوجود الله ودل على وجود الله العاقل والحس والفطرة والشرع وملائكته عالم غيب خلقهم الله من نور فرعون الله ويحصون لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن بهم إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفاته وأعماله والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله منزل غير مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات
وانزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب الاجمال بمعنى من الله سبحانه وتعالى من اسمائها واخبارها واحكامها لم تنسخ ومن القران ناسخ في تلك الكتب. الايمان بالرسل عبيد لا يعبدون الرسل لا يكذبون عليهم الصلاه والسلام ان الله ارسلهم واوحى اليهم وايدهم بالايات ادوا الامانه ونصحوا الامه وبلغوا وجاهدوا في الناحيه الطيبه. نؤمن بهم اجمالا بمعلم من الله سبحانه وتعالى من اسمائه وصفاته والاخبار التي جاءت عنهم والايات التي ادهم الله سبحانه وتعالى بها وان اول الانبياء ادم واول الرسل نوح وخاتم الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام. الايمان باليوم الاخر سياتي معنا. الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بكل ما يكون بعد الموت. الايمان بالقضاء والقدر قلنا مراتب اربع: علم وكتابه ومشيئه وخلق. نعم. ومن الايمان بالله ومن هذه من تبعيضية. ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بوجوده. الآن يصلح لك الإيمان بالأسماء والصفات. من الإيمان بالله، نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه أن الأسماء والصفات توقيفية، أي يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا يتجاوز القرآن والحديث كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا لا مجال للعقل والاجتهاد في باب الأسماء والصفات. هذا من حيث التفصيل، يعني نثبت هذا الاسم وننفي هذا الاسم، هذا لا مجال للعقل والاجتهاد. المرد والمرجع الكتاب والسنة. لكن من حيث الإجمال لابد أن العقل يثبت لله كل صفة كمال وينفي عن الله كل صفة نقص وعيب. وسيأتي معنا مثلا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات. أدلة إثبات العلو في الذات لله سبحانه وتعالى إجمالا خمسة: العقل والشرع، العقل والشرع، العقل والشرع والفطرة. نعم. وسيأتي معنا الإجماع. نعم. كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطرة. نعم. من غير تمثيل ولا تكييف. من غير تحريف. من غير تحريف. لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ أراد شيخ الإسلام أن لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، وإن استطعت أن لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة ففعل. وهو من البداية تكلم بهذا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قرآن. من غير تحريف، لأن هذا الذي جاء في القرآن. وأن هذا أقرب للعدل. وأن هذا فيه تمثيل من هذا الأمر. لو تقول أنت محرف يغلط. تقول أنت مؤول يغلط. الرابع أن التأويل ليس كله مذموم. ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. التحريف التغيير، وهو ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف في المعنى. تحريف اللفظ في الغالب أنه لا يقع على المجرم. قال حرف وقال: وكلم الله موسى تكليما، بنصف لفظ الجلال. بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا لو تقول ان هذه الآية وكلم الله موسى او كلم الله موسى تكليما، ما تقول في قوله وكلمه ربه لم يحرك جرم؟ هذا تحريف في اللفظ لا أعلم من جاه. الحمد لله رب العالمين. تحريف في المعنى يغير المعنى. استوى استولى. باطل. لا يوجد في اللغة ما يدل على استوى مع استولى إطلاق. نعم، هذا باطل. رجل لا يعرف اللغة أصلا لما يقول هذا. وسيأتي معنا أن هذا باطل بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله. هذا تحريف المعنى. قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل التخلي والترك، وبئر معطلة أي مخلاة متروكة مهملة. تعطيل إما تعطيل جزئي أو تعطيل كلي. تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. التكييف يسأل عنه بكيف، يسأل عنه بكيف، كما سأل الإمام مالك الرحمن العرش استوى قال كيف استوى. التكييف محرم،